السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت نفسك يوم ايه فوائد الكيوي وايه اللي هيحصل لجسمك لو اكلت كل يوم حبة كيوي؟ الكيوي من الفواكه المفيدة جدا لانها غنية بالفيتامينات والمعادن زي فيتامين سي وفيتامين كاف وه والفولات والبوتاسيوم، وغنية بالالياف ومضادات الاكسدة. في 60 ثانية هقولك عن اهم 10 فوائد لفاكهة الكيوي ما سمعتش عنها قبل كده. الكيوي ممكن يحمي من امراض القلب والشرايين. لو كلت 2 ل 3 حبات من الكيوي يوميا بتقلل تخثر الدم بنسبة 18% ويقلل الدهون الثلاثية والرواسب الدهنية في الدم بنسبة 15%. بيحسن من مناعة الجسم لانه غني بمضادات الاكسدة وفيتامين سي، ويحارب الاجهاد والشيخوخة، علشان كده بيقولوا عليه فاكهة الشباب والجمال. بيساعد في التئام الجروح ويقلل من مشاكل الربو بنسبة 35%. الكيوي بيحتوي على 20% من البوتاسيوم اكتر من الموز، وبالتالي بيحافظ على العظام ويقلل من ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام والسكتة الدماغية وكمان حصوات الكلى. الكيوي غني بحمض الفوليك فبيحسن من وظائف المخ ونموه ويمنع تشوهات الدماغ عند الأطفال قبل الولادة، وكمان ضروري جدا لعمل قلب الأم والجنين بشكل طبيعي. الكيوي بيحافظ على صحة العيون لأنه غني باللوتين والزياكسانسين، والمركبات دي بتقلل التنكس البقعي بنسبة 36%. بيحسن الجهاز الهضمي وبيزيل السموم ويطهر الأمعاء ويقلل الإمساك. غني بفيتامين اي فبيحمي البشره من التدهور والشيخوخه ويقلل الكوليسترول ويحارب الخلايا السرطانيه. مفيد جدا لمرضى السكر لان المؤشر الجلاسيمي بتاعه منخفض، فما بيرفعش مستوى السكر في الدم بسرعه. بيحارب الارق لانه مصدر جيد للسيروتونين. بيحارب الانيميا لانه بيساعد في امتصاص الحديد. دي اهم 10 فوائد لفاكهه الكيوي.